بمناسبة الاحتفال بعيد القديس نيقلاوس وبعد قداس احتفالي جرت في بلدة بيت جالة بفلسطين وبأجواء مفعمة بالفرح والسرور، مسيرة تقليدية جابت شوارع المدينة بمشاركة واسعة من المجموعات الكشفية والمواطنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت مدينة بيت جالة بعيد القديس نيقلاوس شفيع البلد بقداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس والأراضي المقدسة والأردن، وبمعاونة كهنة الرعية وحشد من الكهنة. ابتدأت الصلوات في كنيسة القديس نيقلاوس بحضور معالي الوزير الدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين والقنصل اليوناني العام في القدس خريستوس، وبحضور السيد عيسى قساسية سفير فلسطين في حاضرة الفاتيكان ومدير عام اللجنة السفيرة أميرة حنانية والسيد نيكولا خميس رئيس بلدية بيت جالة وأعضاء المجلس البلدي وممثلي المؤسسات الرسمية والوجهاء والجوقة التي أحيت القداس بأصواتها الشجية والمؤمنين الذين أتوا من المحافظة وخارج المحافظة للمشاركة في هذا الاحتفال المميز. احنا موجودين هون للاحتفال بالعيد، نتمنى أن يكون عيد سعيد على الجميع ويعم السلام على مدينتنا الحبيبة. بتمنى للكل كل أسمائهم نيقولا كل عام وأنتم بخير، بتمنى السلام للجميع في بلد السلام. اليوم نحتفل بكنيستنا بعيد مار نيقولا، إن شاء الله الجميع بخير يا ربي ويزول هالوبا والأمراض عن الجميع وكل سنة وأنتم سالمين. إحنا هون اليوم لنحتفل مع بعض كلنا بعيد القديس مار نيقولا شفيع بيت جالة. الأولاد هون والعيلة والأجواء كتير حلوة وكلنا انبسطنا وكل سنة والجميع بألف خير. وفي كلمة لغبطة البطريرك الذي رحب بها بحضور معالي الوزير الدكتور خوري نقل بدوره تحيات فخامة الرئيس محمود عباس بمناسبة عيد القديس نيقلاوس، كما وأثنى على متابعة اللجنة لكافة الأمور المختصة في الكنائس والمؤسسات التابعة لها. وأنا باجي كل سنة للاحتفال مع أهل المدينة لأنه هي رمز للعطاء والمحبة والتضحية، وبتشوفي ويمكن أنت صورتي قديش التفاعل المسيحي والوجود المسيحي في بيت جالة اللي احنا بهمنا كلجنة رئاسية نحافظ عليه ونحميه ونوسع نشاطاته. اليوم مدينة بيت جالة والمحافظة وزوار المدينة احتفلنا مع بعض بعيد القديس نيقلاوس. مدينة بيت جالة كل عام في 19-12 بتحتفل بهذا العيد العظيم اللي هو شفيع مدينة بيت جالة قديس نيقلاوس. القديس نيقلاوس يوم أتى إلى مدينة بيت جالة في القرن الرابع الميلادي اختار مدينة بيت جالة لأن هي قريبة جدا للمغارة التي ولد فيها السيد المسيح له المجد. كان يعمل بصمت، كان يساعد الفقراء، كان يعلم الجميع، تعلمنا منه المحبة، تعلمنا منه انه دائما نعمل لخدمة الوطن، دائما نعمل لخدمة اهلنا وحبايبنا في كل انحاء العالم. طبعا مدينة بيت جالة فينا كثير مغتربين اقتربوا وعايشين في كثير من هذا الموقع من جمعية الاحسان الارثوذكسية اللي هي ام المؤسسات وبنقر من كنيسة القديس نيقلاوس. بعيد على الجميع وبكلهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله السنة الجاي الجميع بنعيد مع بعض في مدينة بيت جالة في هذا العيد العظيم. وبعد انتهاء القداس الاحتفالي أقيمت مسيرة تقليدية جابت شوارع المدينة بمشاركة واسعة من المجموعات الكشفية والرواد والمدعوين وبأجواء مليئة بالفرح والسرور. هي أجواء ميلادية واحتفالات دينية تشهدها الكنائس احتفالاً بعيد القديس نيقلاوس وتضرعات إلى الله بأن يزول الوباء ويحل السلام في العالم. لنرسات مارلين الحدوى من كنيسة القديس نيقلاوس بيت جالة.